أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المناطق الجنوبية. وأوضح التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. أعلن تحالف دعم الشرعية القضاء على أكثر من 280 عنصرا مسلحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الساعات الماضية. وقال التحالف في بيان أنه نفذ 34 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات 24 الماضية، وأضاف أن الاستهداف قضى على أكثر من 280 عنصرا إرهابيا ودمر 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخيرة. خاض الجيش الوطني ورجال القبائل معارك هي الآنف ضد ميليشيات الحوثي في جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش مسنودا بطيران تحالف دعم الشرعية وبين ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الانقلابيين. كما أكد المصدر أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد المناطق التي دارت فيها المعارك بعد أن لاذت قيادات الميليشيات الحوثية بالفرار. في السياق قال قائد اللواء 143 مشاهد ذياب القبلي أن ميليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك، مشيرا إلى أن طيران التحالف ومدفعية الجيش دمر 10 آليات وعربات تابعة للميليشيات في جبهة روضة جهم جنوب المحافظة. خاض أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المعارك دارت في جبهات النضود والعلم وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية. بالتزامن شنت مدفعية الجيش قصفا مكثفا استهدف تجمعات وتحركات للميليشيات على امتداد الجبهة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها إعطاب 3 أطقم، فيما استعاد أبطال الجيش عربة مدرعة وطقما قتاليا بما عليه من عتاد. وتزامنت المعارك مع غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير طقمين وعربة معادية ومصرع جميع من كانوا على متنها. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأفاد مصدر عسكري أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق طائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها. وأوضح المصدر أن تكثيف ميليشيات الحوثي محاولات استهداف مناطق الجيش الوطني والمدنيين بالطائرات المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة هو محاولة لتغطية الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال.